واشنطن بتقول احنا وضحنا لاسرائيل راينا بخصوص عمليه رفح وان هناك اصداء للعمليه العسكريه في الداخل الامريكي، وحتى هذه اللحظه لا نجد رد فعل حقيقي. هناك اصداء طبعا، هناك حركه طلابيه واسعه داخل الجامعات الامريكيه، ما حدش يقدر ينكر، لكن هل هذه الحركه، هل هذه الاصداء قادره على اقناع البيت الابيض بخلق ضغط ما؟ دكتور احمد محارم المحلل السياسي من واشنطن، اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم، مساء النور. اهلا بيك دكتور احمد. يعني سؤال، هل الضغوط الداخليه الامريكيه او الحراك الامريكي، او حتى اذا وصفناه بالحراك الطلابي والاكاديمي داخل الولايات المتحده الامريكيه، قادر على اقناع واشنطن باستخدام ضغوط ما على تل ابيب؟ نتمنى ذلك، ولكن الحقيقه على الواقع على الارض بتقول عكس ذلك. لو كانت هذه الضغوط بتؤتي فتيلا كانت عملت اي تغير في الموقف من 7 اكتوبر حتى يومنا هذا. احنا بنسمع كلام، تصريحات يعني ممكن تطمن جهات اقليميه او تطمن منظمات دوليه، ولكن على ارض الواقع امريكا بتقول كلام والارض بتنفيه او بتقول غير كده. يعني لما يطلع تصريح النهارده من امريكا يقول لك ان اسرائيل لديها هدف شرعي لمنع حماس من السيطره على المعبر، ولما كل العذاب بتاع 7 شهور اللي فاتوا وتقول اسرائيل انها بعد النهارده ما عملت العمليه دي بكره هيبدا دخول الوقود من معبر رفح. الكلام ده كله يعني الحقيقه يعني كلام غير مطمئن، ويؤكد تماما ان امريكا منقاده لاسرائيل. احنا تعودنا يعني 70 سنه العلاقه اللي بينهم علاقه بيسموها انشيكابل، هنا غير قابله للاهتزاز. ومن اداره لاداره ومن رئيس جمهوري الى رئيس ديمقراطي، الشعب طبعا عنده وجهه نظر. مظاهرات الشباب المفروض تؤتي بثمره، المفروض تغير. لا، شوف النهارده الكلام اللي قاله الرئيس بايدن وهو بيتكلم مع الياليه اليهوديه، ولا حياه لمن تنادي. يعني يؤكد تماما حرص ادارته وحرصه الشخصي على دعم اسرائيل ايا كانت المواقف. وبالتالي يعني اعتقد ان احنا نكون واقعيين، فرص الضغط على اسرائيل من قبل الاداره الامريكيه قد تكون فرص محدوده. اسرائيل تعرف ذلك وامريكا تعرف ذلك، وللاسف الشديد العالم كمان يعرف ذلك. هل هذا يعني انه الوضع القائم سوف يظل مستمرا لفتره طويله او حتى متوسطه؟ لا يستطيع الفلسطينيين المضي قدما في حياتهم اذا ظل الامر بهذه الطريقه. لم يكن احد يتوقع ما الذي حدث في 7 اكتوبر، ولما الامين العام انطونيو غوتيرس في ثاني يوم عمل تصريح قوي جدا قال اسرائيل يجب ان تجيب على هذا السؤال وان تعترف ما الذي دفع بحماس ان تقدم على هذه الخطوه نظرا للضغوط اللي انتم حاطينها في موقف صعب جدا، ودول ناس ارضهم محتله وبيدافعوا عن ارضهم المحتله. يقوم تيجي الاداره الامريكيه تمنع كل القرارات اللي كانت بتسمح بوقف اطلاق النار وادخال المساعدات. فيعني مؤشرات الحقيقه غير جيده، انما زي ما حصل زلزال في 7 اكتوبر كان غير متوقع، استمرار ان تحدث ايضا احداث في المنطقه تضر. امتى امريكا تستطيع ان يكون ضغطها على اسرائيل ضغط حقيقي؟ عندما تتعرض مصالح امريكا للخطر. مصالح امريكا للخطر مش عسكريه، اقتصاديه. احنا كان الضيف السابق بيتكلم في دكتور احمد زكريا ايه اوراق الضغط اللي عندنا؟ اوراق الضغط اللي عندنا اقتصاديه وسياسيه. احنا المجتمعات العربيه مش هينه، عندنا مليارات من الدولارات بتستثمر في الداخل الامريكي، عندنا الاف الطلاب العرب يجوا يدرسوا في امريكا، امريكا لها مصالح معانا في المنطقه اقتصاديه وسياسيه وجيوسياسيه. فاحنا الحقيقه النقطه الوحيده يتهيألي احنا العرب لو هم حسوا الامريكان لنا صوت موحد يمكن يكون ده تسهيل في الداخل الامريكي. انا اتفق جدا، اشكرك جدا استاذ احمد محارم المحلل السياسي من واشنطن.